نحن ثوار عشائر دير الزور، العقيدات والبقارة والقبائل الأخرى، نعلن النفير العام. نعلن نحن أبناء القبائل والعشائر العربية في جبل الحص وريف حلب الجنوبي بتضامننا مع أبناء القبائل والعشائر العربية في دير الزور ضد الميليشيات الانفصالية قسد الإرهابية. نحن نسخر كل إمكانياتنا في سبيل نصرة أهلنا والفزعة لهم في طريق كفاحهم ونضالهم وتحريرهم من ميليشيا قسد. نعلن انشقاقنا عن قصد وانضمامنا إلى مقاتلين العشائر. تجمع أبناء العشائر من دير الزور في مدينة إرد توجها إلى منبج لمناصرة إخوانهم في دير الزور.